السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميع المتتبعين ديال عثمان مدينة المضيق. أحييكم من شمال المغرب وراكم عزاز عليا بزاف بزاف. وصح صح غنعودكم على شي حاجات كيوقعوا لي خوتي. اليوم غنعودكم على واحد الحاجة كانت عندي أنا. كان عندي واحد الكليب وكنت كنعطيه الماكلة، مرة كنعطيه اللحم، مرة كنعطيه رجلي الكرعين ديال الكرعين ديال الدجاج. المهم هو مسكين كان حنين ديك الكلب. بالنسبة للأخت حفصة راه غتعرف شكون هو الكلب، وراه صيفطونا في الصباح وقلت لها هو الكلب اللي كنت مربيه أنا. المهم أنا كنت كنعطيه الحيمة، كنعطيه خبيزة، كنعطيه اللحم تاع الدجاج، المهم كنت طالي فيه وهادي. ولكن الكلب واحد المره ما بقيتش انا رجعت حزقان، صافي ما بقاش عندي الفلوس باش نعطيه اللحام ونعطيه الرجلين ديال، ما بقاش صافي. انا حزقت مصرنا طقم غير راسي انا. لا ولا نقول لكم بواحد هذيك تعرفوها مزيان، هو انا جبرت واحد الكلب اخر، جبرت واحد الكلب اخر وقلت نربي هذا الكلب هدايا. وهذاك الكلب صافي فرطت فيه، ما بقيتش نعطيه ياكل، ما بقيتش نعطيه اللحمه وديك ورجلين تاع الدجاج وهذاك. المهم ساليت معاه، ساليت مع الكلب القديم صافي. دابا الكلب الجديد عام، دابا نتهلا في واحد الكلب جديد. ولكن الكلب القديم صعار، قال كيفاش هاد منادم هذا ما بقاش كيعطيني رجلين تاع الجداد. اختي حفصة هذاك الكلب اللي صيفط لك هو هذاك الكلب. ما كنتش كنعرف انهم الكلاب انهم يكونوا انتهازيين، كيولفوا الماكلة ودا ما بقيتش كتعطيهم الماكلة راه يعطوك الكلب. وإذا كنتي كتوكلو خصك تبقى تعطيه مدى الحياة. هيدا هاد البشر ديالنا، خصك تبقى تعطيه ياكل 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 ياكل، وإذا وقفتي له الماكلة راه يعضك. شكرا أختي خديجة الطب، الأمثلة ديالك راه كتعجبني بزاف، وكانوا عندي شي أمثلة في راسي راه غالطين، ودابا عرفتك الأمثلة مزيان، وأنا كانوا غالطين. كيقولوا واحد المثال الزين، شنو قلت يا اختي خديجه؟ ما عرفتكش. الزين مالو الزين؟ اه قالت اذا كان فيك الزين دين يمك تشوفو. قال لك القرع بفلوسه، حنا كنا كنقولوا واحد الهضره ماشي مزيانه، ولكن هي قالت اذا القرع بفلوسه ارى القريعه ديال المنبوسه. تحية للجميع من مدينة المضيق، وكنبغيكم كاملين، وبالخصوص هذا الفيديو هذا هضرت على واحد الكلب اللي كنت كنعطيه الماكلة، من بعد عطني ولد الحرام، تشوتشو عطني ولد الحرام، جو كلب ولد الحرام، جو قربشني هنا وعطني هنا ولد القحبة كيعاط ولد الحرام. حاشاكم حاشاكم اخواتي، اسف على هاد الهضرة. التحية لجميع مدينة المضيق، خواتي كنتمنى تكونوا صادقين مع بعضكم، وما تكونوش بحال ديك الكلاب، ما تكونوش بحال الكلاب، ما يتقطع لهم الماكلة ويطوروا عليك. تكونوا مزيانين مع بعضكم وتعاونوا مع بعضكم، راه الدنيا حدا هنا، كيقولوا الخاوة حدا الدنيا. انتم اخواتي تعاملوا مع بعضكم بصدق وامانه، وما تكونوش كتخونوا بعضكم، وسمحوا لي على هذيك الهضره اللي قلت، حيت انتم ديما كتشوفوني هايدا ولكن ما كتشوفونيش ما كنكون معصب، راه ما كننسى ما غير نسيت شي حاجه. لهذا كنستسمح من ديك الهضره اللي قلت راه خايبه بزاف بزاف، وما كيعجبنيش نقول الهضره خايبين. وكاينين انتم كتعرفوني انا يعني انسان كيعجبني نضحك، كيعجبني نتعود، ما كنقولش كلام الخايب، ما كيعجبنيش، ولكن عندي الكلام الخايب ولكن ما كنقولوش. لهذا الاخر غنهضر عليكم ما غير نتوما اللي عزازين عليا. شكرا اختي انصاف، شكرا اختي سميره، شكرا ماما هنيه،
شكرا حمامة الجنية ديال تطوان، وشكرا ريحانة جنية من شي منطقة في المغرب ما كنعرفهاش، جنية كتدخل تزبل فيا. شكرا بزاف بزاف، وشكرا يوسف الطنجاوي، شكون اخر كاملين كاملين عزازين عليا، وشكرا للا فاطمة الزهرة ديال طنجة، وراكم عزازين عليا بزاف بزاف. بقيت اخواتي هاد اليوم الحالة ماشي هي والحمد لله، ولكن نصيحة لله، واحد النصيحة معندي وسمعوها مزيان، شي كلب ما كترتاحلوش شد عليه جميع البيبان وغترتحو، اي حاجة كتحسوا براسكم ماشي مرتاحين فيها سدوها. سالينا واحد الحاجة ماشي مرتاحين فيها سالوا معاها والله تترتحوا، بحالي انا شي حاجة ماشي مرتاح فيها كنسالي معاها ديركت. المهم الكلب انا ماشي مرتاح لو ساليت والله تتنجحوا. المهم طرفو ما غير سالي 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 تتبقاو بوحدكم، احسن راحة هو تكونوا كدورو بوحدكم في هاد العالم. وسمحوا لي على ديك الهضره اللي قلت في الاول، اختي حفصه ها كنهضر معاك انت عرفتي حفصه، وهذيك الهضره خرجت ما غير والله ما عرفت كيفاش خرجت، ولكن ما عرفتش كيفاش غنمسحها، ولكن خليها غادي يعرفوني ما غير ماشي نورمال. تحيه للجميع من مدينه المضيق، حفصه ارجعي رجعي رجعي للاخضر وغتشوفي شنو قلت لك وغتعرفي شنو قلت لك. هاد قلت لك شحال كتجي مزيونه. وهاد الفيديو غادي نعمل لكم وغنصبر معكم سيمانه ما غتشوفوش كمرتي. واللي سمع ديك الهضره يعمل عليها شي موسيقى، الله يرحم الوالدين ديالكم. ما عرفتش حتى كيفاش خرجت ديك الهضره من فمي، انا ما كيعجبنيش نخرج حيت انا عندي ديك الهضور ما غير في المباشره هدايا ما في هنايا لا. تحيه للجميع من مدينه المضيق احييكم، شكرا اختي خديجه طب سميره شكرا بزاف، وصفات سهله شكرا بزاف، وشكرا رشيده ديال بوسنه والهرسك امصات صيفطنا شي حاجه ديال البرد من هنايا، راه توحشنا البرد بزاف بزاف. وشكرا شيوات الدار، وراكم عزازين كاملين ليكم. واللي سمع ديك الكلمه هذيك خايبه اللي قلت الله يرحم باباكم جوزوها وصافي، وما باقيش نعاودها دونك ولا شي نهار حتى شي نهار اخر عاود نعاودها. يلا مع السلامه، وشكرا للجميع من مدينه المضيق، والباب اللي كيدخل من الريح سدوا يماها وارتاحوا كما قالت الاخت خديجه. واذا جبرتي راحتك في الهبال الله يهنيك العقال، وهاد الكلاب الضاله خصك تكون معاهم هبيل باش تقدر تعيش معاهم. تحياتي ومع السلامه.